السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. نستقبل أيام عظيمة وفضيلة، من فاتته العبادة والجد والاجتهاد في رمضان فهذا شهر ذي الحجة، وهذه العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا وأعظم أيام، يكفي أن فيها من الفضائل الكثيرة الكثيرة التي نطرحها بين أيدي مشايخنا في الديوانية. ففرصة للإنسان اللي فرط في رمضان، فرط في الأيام الماضية، يستعد للتوبة، ليقبل على الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وكما قال أهل العلم فهي أفضل من أيام الدنيا كلها، حتى قال أهل العلم أفضل من أيام رمضان. حياكم الله في برنامج الديوانية دائما وأبدا من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء على قناة الواقع. بإمكانكم أيضا متابعتنا عن طريق البث المباشر في اليوتيوب. وخر يا أبو صالح عن الكاميرا لو سمحت. أيوة، بإمكانكم متابعتنا أيضا عن طريق البث المباشر في اليوتيوب. ويا مرحبا ومسهلا فيكم. أيضا عندنا جوائز يومية مقدمة من مياه حلوة، وأيضا من منتجع العييري ومنتجع ديرتي، وخلكم معنا دائما وأبدا. وأول ما نبدأ أبو صالح، أنت أمرنا نرحب بضيفنا اليوم. أي والله، المؤسس العام. السلام عليك يا أبو صالح. يا سلام، عرفناه بالوفاء. نرحب بالشيخ إبراهيم الحسين المؤسس لقناة الواقع، مرحبا فيك. وعندنا لكم أسئلة يا ويلكم يا قناة الواقع. الله يرحبك ويرضى عليك. حياك الله، يا هلا مرحبا. الله يجزاك خير يسلمك. كيف حالك اليوم أبو صالح؟ اثنين، ما هو اليوم اثنين أبو صالح. أنت الخير والبركة، الله يطول في عمرك.